مش تبيني أقول، وضع البيت ملخبط مشغلني، ما أعرف ألاقيها من ردي ده اللي بيسافر ويتطوع ولا الآليات اللي احترقت وكسرت ظهري. هذا شو قلت؟ ماجد، أنت حاسس إنه في شيء ما نصابت صح؟ مو شيء واحد، أنا حاس إن حياتي كلها غلط في غلط، وما عاد أعرف شو الصح. معقول الحقيقة تكون واضحة قدامك كل هالقد وأنت مالك عم تشوفها؟ وش دي الحقيقة الواضحة؟ جويرية. جويرية؟ وش دخل جويرية دالحين؟ آلياتك اللي كسروا ظهرك. ماجد، أنا شفت المسجات بينك وبين جويرية، شفت شو كانت عم تقلك ولوين جرتك. هذا فخ يا حبيبي، مصيدة نصبت لك إياها وأنت وعد فيها. ماجد، أنا مرة وبفهم النسوان منيح كيف بيفكروا. ما فهمت. جويرية هي اللي ساعدتك إنك تفوت آلياتك تدخل بصفقة الشركة. معقول ما كانت عرفانة إنه في حدا معارض فوتك على الشركة؟ يا سيدي، ولا نفترض إنه ما كان عندك خبر، معقول ما قدرت تحميه ولا قدرت تحمي حلالك؟ أنت لوين بتصغرينا؟ هي حقيقة واحدة بس وما في غيرها. جويرية ورا هالقصة كلياتها، وبكرة الأيام حتثبت لك كلامي. على العموم أنا بصراحة الحين ودي بفنجان قهوة، ممكن؟ إيه، تكرم عينك.